نبدأ بقى مع بعض في الأخبار، وإحنا لسه مع النادي الأهلي. اللي أرسل النادي الأهلي خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة بتاريخ 15/8/2023 لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري اللي بتقام سنويا بمباراة واحدة، بطل الدوري والكاس ولائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها. وطلب النادي في ذات الخطاب اختاره بما إذا كانت هناك بطولة مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد أو رابطة الأندية وموعد ومكان إقامتها كمان إن وجد، يعني لو البطولة دي هتتلعب، وكذلك اللائحة الخاصة بها لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيبات الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية. ونركز لأن قاريا النادي الأهلي مش هيلعب بدوري أبطال أفريقيا بس، لا ده في كمان دوري السوبر الأفريقي. لكن الأهلي لم يتلقى ردا بهذا الخصوص حتى الآن، ووجد النادي في خطابه وجدد النادي في خطابه ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصة وأنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للنادي حتى نتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل. ده الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي لاتحاد الكرة. وهنا ليه تعليق، اتحاد الكرة ليه مش قادر يرد على النادي الأهلي؟ ده سؤال مهم. الأهلي في استفسار بسيط وسهل، وسهل جدا أن أنت تجاوب عليه. بطولة عندك في لائحة النظام الأساسي بتاعك كاتحاد كرة، والبطولة دي رسمية ولم يتم إلغائها أو تعديل لائحة اتحاد الكرة فيها، طب خايف ترد ليه؟ إذا كان اتحاد الكرة خايف من تطبيق اللوائح فهو بداية الفشل وإهدار حقوق الأندية وحقوق اتحاد الكرة نفسه. وأنا أتمنى أن اتحاد الكرة يكون أكثر ذكاء وتحمل المسؤولية قبل ما يحط نفسه في مشكلة كبيرة. يعني الموضوع سهل، موضوع سهل جدا، في بطولة قديمة عندك بتلعب بشكل رسمي على مدار مواسم كتير جدا. طب يا جماعة قولوا لنا البطولة دي موجودة ولا أنتوا استحدثتوها ببطولة تانية؟ استفسار بسيط من النادي الأهلي، جاوبوا عليه، كونوا أكثر ذكاء وجاوبوا على استفسار النادي الأهلي.